السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما شفتوا غنصوب معكم ملوي حرشه مخمر، كيجي بنين وسهل ودغيا كيوجد، ما كيشدش الوقت، ما كنخليهوش يختمر واخا يكون عندك الضياف دغيا كيوجد. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر وشكرا. واذا كانت هذه اول زياره للقناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وشكرا. دوزوا الطريقه والمكونات. المكونات ديال الخمر او الملاوي صغيورين، المكونات ديالهم هما هادو. بسم الله، عندي هنا زلافه ديال الفرز، عندي هنا زلافه ديال الزرع، نتوما مغربين نتوما ممكن تستعملوا الفينو. بالنسبه باش غنورق، عندي هنا الزرع، نتوما ممكن تورقوا حتى بالفينو. عندي هنا خماره حمراء، عندي معلقه د العسل، نتوما ممكن ديروا السكر سنيده. عندي هنا خميره على حساب الجو، انا بما ان الحال سخن غندير غير معلقه هكا ما عامراش ديال الكبيره. عندي هنا نص خماره حمراء، عندي الملح حسب الذوق باش غنورق، عندي الزيت، عندي هنا باش نفندهم بعد ما يخمروا في السميده رقيقه على هذا الشكل، عندي الماء بارد باش غنعجنهم. ندوزوا الطريقه، جبت قصريه فاش غنعجن. هنا غادي ديروا نفس العبار ديال الفرص، نفس العبار ديال الفينو او دقيق الزرع. انا هنا نخدموا بدقيق الزرع، والتورق نتوما ممكن تورقوا حتى بالزبده، انا هنا غادي نستعمل غير الزيت. غادي نزيد نص باكيه ديال الخميره ديال الحلوى، خميره ديال الخبز على حساب الجو، عندي معلقه ديال العسل، غنجمعهم بالماء. من بعد ما درت المكونات غادي نخلطهم وغنعجنهم بالماء مضروبيني. بالنسبه الى كنكونوا في الجو بارد خلاص راه غادي ندفيو ونخلطهم ونعجنهم. سمحوا لي نسيت الملحه، الملح دائما على حساب الذوق. نخلطهم بسم الله، ثم ممكن تضعفوا الكمية. بعد ما دلكتها كما شفتوا على هذا الشكل، غادي نقطع كويرات وغنخليها ترتاح واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق عاد ندوز نقرصها. هذا هنا بعد ما قطعتهم الكويرات ونخليهم يرتاحوا، غندوز الدقيق اللي كنت وجدت، هذا غير الزرع، نتوما ممكن ديروا حتى الفينو. غادي نخلطوا مع الخماره حمراء، وممكن تزيدوا معها حتى معلقه د مايزينا، حتى هي كتخلي الملوي ديالنا مورق وناشف. انا هنا ما غنورقش بالزبده، غنستعمل غير الزيت دغيا كيوجدوا ساهلين، بما اننا حنا ما كنخليهمش يخمروا كنقرصوهم نيشان. هنا من بعد ما ساليت التكراس ديالهم غندوزهم في السميده الرقيقه،
بسم الله هكا المقله عندي كتسخن ممكن دوزوهم غير في الدقيق عادي بلا ماشي بالضروره سميده هكا تندوزهم كاملين انا هنا من بعد ما سخنت لي المقله غادي ندوز نقرص المليويات او المخماره ديالي ممكن تفرقوهم او تغلضوهم او تبركو عليهم غير هكا على هذا الشكل بسم الله غنحطهم هنا غنبدا نقلبوهم دغيا باش ديك السميده ما تحرقلناش والدخان ما يكونش غنقرص وغنحط نتوما الا عجبكم يجي رقيق ممكن بغيتو تدخل المتوسط المهم على حساب داكشي اللي كيعجبكم انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نطيبهم كاملين دغيا كيطيب ضروري ما تنساوش ان الجناب حتى هما خصنا نحمروهم هنا ضروري ديما نبقاو نقلبوا المخيمرات ديالنا حيت كيجيو لنا خاويين من الداخل هو رقيق ما نخليوهمش غنكسروا حتى نقلبوا فيهم انا غنستمر على نفس الطريقه حتى نسالي الطياب ديالهم هذا هو الملوي ديالنا الخامر كيجيو هكا صغار وفتيين وهشاش نتمنى تجربوهم ودغيا كيوجدوا نتمنى تجربوهم كيجيو خفافين نتوما ممكن ترققوهم اكثر من هكا كيجيو ملويين كما شفتوا نتمنى تجربوهم ونتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وشكرا